سعداء في محافظة المارة بتدشين رحلات طيران اليمنية من الغيضة إلى الريان ومن الريان إلى عدن، وهذه خطوة ممتازة يشكروا عليها كل الأخوة سواء في وزارة النقل أو في وزارة أو في طيران اليمنية، وكذلك جهود الأخوة اللي هنا، وكذلك الأخوة في محافظة حضرموت على رأسهم الأخ المحافظ، وكلنا إن شاء الله يعني الأمور تستمر وتمشي على هذا، لأن العام الماضي قد دشنا المطار وتأخرنا بعدين سنة والأمور طيبة إن شاء الله. وأهم ما في الأمر كله أن تستقيم هذه الرحلات وتكون فاتحة خير وحل لكثير من المشاكل للمواطنين في موضوع السفر. سعادة اليوم 20 يوليو تدشين الرحلة التي انقطعت لفترة طويلة بين مطار الريان الدولي ومطار الغيضة الدولي. أنا سعيد اليوم أن أكون في مطار الغيضة. أهمية كبرى تمثلها هذه الرحلة. نحن الحقيقة باكورة العمل في مطار الريان أو إعادة الروح لمطار الريان بدأت بالرحلة الأولى بين الريان وعدن، ثم تلتها الرحلة الثانية الريان جدة، وهذه الرحلة الثالثة. الرحلة الثالثة هذه الريان الغيضة تمثل لنا أهمية كبرى، إعادة وشائج وبقائها بين محافظتين كبريتين، إذ تعد محافظة حضرموت الكبرى ثم الثانية محافظة المهرة. فنحن بهذا قد ربطنا بين أكبر مساحة في الجمهورية اليمنية، تعد أكثر من نصف مساحة الجمهورية اليمنية. هذا يمثل تسهيل كبير لتنقل المواطن، أكان سياحيا أو تجاريا أو رجال المال والأعمال والطلاب الدارسين في الخارج، وأيضا المرضى شفاهم الله.